ما مقصود قول من يقول بأن نزوله سبحانه يختلف باختلاف الأقطار رضي الله عنه؟ باطل. ما نقول به، نقول لا نعلم كيفية نزوله. هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار، وهو القادر على كل شيء. الذين نزول المخلوق يختلف باختلاف الأقاليم، هذا نزول المخلوق، أما نزول الخالق فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. نعم.